ثلاثة. ابدا. راجع تقول لي عايزني دوا، سلامات يا هوا على عيني يا ريت، ده احنا اللي فات دافنين سوا، سلامات يا هوا. راجل كبير في السن وانت عارف روسيا ساقعه ازاي، وانا قاعد هنا حران عندي 7 عيال وامهم، عايز اجري عليهم واربيهم. خد يا حجاز يا حبيبي. ده شكله لطيف والدم خفيف، نمره وهيغطي عليه. غطى علينا احنا الاول، عارف اشخانه مقطع على الشبكه طول الماتش. ما تخافش يا حبيبي. ده بيضرب ضربه قديم. خد ضربه بس. يلا يا ضنايا ما تخافش يا حبيب امك. طب خلينا نقعد معاك، قلبي مقبوض. يلا قلبي مقبوض. يلا يا ابني ما تخافش. قلبي على الله. يلا يا باشا عايزين نفرح الناس. هنفرح الناس. لحظه رقميه مهمه جدا نبني عليها استنتاج، هو انه اهداف توزعت بين الفريقين على مدى الشوطين. ليفربول سجل 22 هدف في الشوط الاول مقابل 18 في الشوط الثاني، عكس الريال 13. يا الغطاطه بتاعت امك الغطاطه اللي انت فيها. تقدر تعمل كل حاجة ولا يهمك، كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه. هيوقفوك. تقدر تعمل كل حاجة